التجربة العربية مهمة، لأنه باش تعدي دوري ألماني، باش تعدي دوري إنجليزي إسباني. معناه فقط هذا هو الهدف، ما كانش عندك هدف شهرة أكثر وإلا هدف مادي؟ جميل، سؤالك جميل. اللي عنده هدف متاع شهرة، وهذه دعوة مني بكل تواضع للمعلقين أونير اللي طالعين، احنا وقت اللي خدمنا، وهذه والله صادقة ميس، ولدي بحكم الاكسبيرونس بتاعك نقدر انك تعرفها، فو جامي شيرشي لا جلوار من الجور ان. الشهرة والانتشار يأتي كما كورة الثلج وانت شغال وانت اي تخدم. اما انت خرجت لدبي بعد تجربه. انا بعد انا مش في الشارع في اي معناه من حقك باش تبحث على الشهره في الوقت هذا. كان بحث عن بعد عربي دولي، ما هي الشهره، خاطر انا لحد الان ما عملتش حتى ايميسيون ولا اكسبيريونس. بحثت على اكثر فلوس؟ ابدا، خاطر اللي عاش مع ابدا اللي عاش مع يقولوا معناتها اللي ابدا معروف معناه في القنوات هذه تخصصوا برشا شهري 3 منشطين في تونس. تضحك علاش هذا واقع؟ لا لا باش نجاوبك، خاطر عندي اجابه اللي هي ياسر فيها مصداقيه. خاطر انا اعوذ بالله من كلمه، انا 2014 كلموني ورجعت لتونس نتفاوض. 2016 هذه معروفه في الحد الرياضي الى غير ذلك. ومعروفه في تونس. وعميل و 2019 وسنا هذا ربما الحنين، هذا الحنين لبلادك والا تحب تقرب لعائلتك وما تحبش الغربه. اما كي نحكيو ماديا ما تقوليش نحب نرجع نشيلو ماتيريال. انا قلتها، احنا في المؤسسه كنا نخدموا، انا راتبي سي با ان سكري، انا راتبي كان 300 دينار مع ميموار تجينا مره في العام فيها كل التعليق الجانبي. كنا عايشين وفرحانين وزي العسل والبلاد محلاها، ولارجون نو في با لو بونور. انا من الناس اللي يقول لك راهو السعاده ماهيش فلوس، يمكن نحكي فيها من موقع عايش في دبي ساهل برشا، اما القراب نقولها وفرحان برشا ومرتاح، خاطر القراب يعرفوها في حكايه فارغه. فهمت من كلامك ماكش سعيد في دبي؟ لا، من ناحيه سعيد جاتك فترات معناها تحس بالغربه، ماذا بك قريب لعائلتك المقاربين ليك، ماذا بك تكون في بلادك رغم الرفاهيه والمال الموجود. اخت بديس، ما تلزمش تكون عايش في دبي وتخدم في قناه محترمه وهي حكوميه، جزء من حكومه دبي، وبالكارير هذه كلها الحمد لله معناها برضا الوالدين، ماك سعيد. مي ناثينغ از لايك هوم، الانجليزي نحب الكلمه، ما فما حتى شيء كيما دارك، وتخرج الصباح في الليل ماك باش ترجع للدار. إيه هذا ايش قلت لك؟ معناها عشت انت فترات ماك سعيد. جاوبتك لا 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 ابدا ما صارش، جاوبتك انه العوده الى الوطن بالنسبه لي انا عوده طبيعيه، لاني انا خرجت لكي اعود. وجاوبتك على انه ما خرجتش للماده، كان عرض من دبي الرياضيه عبر رضا العودي رئيس مكتب الرياضه في الاتحاد يذكر بالخير، والعرض لا يرفض لاني كنت في المانيا في كاس العالم اللي عديت منها مقاطع، وبالتالي جيت مواتيه عملت الكوب دافريك، عملت الكوب دي مونت. صارت شويه اشكاليات، فما بعض المديرين العامين باش نكون في صميم سؤالك درعوا لي خواطري في اخر عامين. قعدت فتره نقرا جرايد ونروح للدار رغم النجوميه ورغم المعلق رقم واحد في البلاد. 2005 2006 كانت شويه صعيبه، عملنا اسالك رحيل. 2006 عملنا اسالك رحيل، مشيت لدبي رياضيه. فما عقليه التعرقيل، عقليه حطان العصاف العاجله في دبي؟ العقليه هذه موجوده في تونس؟ في تونس موجوده.